في الأول برضو عايزة أعرف من حضرتك، تحكي لي أكتر عن حكايات وبطولات البحرية المصرية. الحقيقة البحرية المصرية عملت بطولات كتيرة جدا عبر الزمن. لو ناخد الزمن القريب، عندنا في حرب سنة 56 عملية الانشاد توربيد الجلال الدسوقي، عملية بطولية جميلة جدا، 3 لانشات توربيد سموهم سرب، دخلت في معركة قوية مع طيارات فرنساوي. نعم. وكان معاه حامل الطائرات ومدمرة انجليزي، قوة بحرية كبيرة، دخلوا 3 لانشات صغيرين وتمهم يقاوموا حتى النهاية. استشهد جلال الدسوقي، وكان حتى ايامها في جول جمال، كان شاب سوري. جول جمال. بالظبط. وكان بيدرس في البحريه في الكليه البحريه، ولما اتخرج كان بياخد دور التوربيد واصر انه يشترك في المعركه واستشهد. دي عمليه. برضو عمليه ثانيه، الفرقاطه هي عباره عن مدمره بس صغيره شويه، فرقاطه دمياط اشتبكت مع طراد انجليزي اسمه نيوفاوندلاند. الطراد ده اكبر قطعه بحريه، حتى اوقفوا استخدامها لانها كبيره قوي، بيبقى خسارتها فادحه. دخلت الفرقاطه الصغيره، كانت في شرم الشيخ، بتتعدى على مياهنا الاقليميه الطراد نيوفاوندلاند، فدخلت معاه في معركه أكثر من رائعة، فيها بطولات جميلة جدا. ملحمات الحقيقة يعني رهيبة. الحكاية عن البحرية المصرية الواحد يقعد يقول فعلا كتير فيها كتير. طيب عليا، أنا عايزة أسألك سؤال يا عليا، إزاي بتشوفي والدك البطل، خصوصا بعد ما الفيلم نزل والناس بتتحاكي عن دوره جوه الفيلم، واللي هو لمس وجدان ومشاعر الناس بشكل كبير وشكل رهيب جدا جدا بعد ما شافوا اللقطة فيها. طبعا حضرتك أكيد عارفة إن هي كانت لقطة في منتهى مش بس الوطنية والإنسانية والانتماء، يعني كانت لقطة جميلة جدا. شفتي إزاي والدك البطل بعدك؟ هو الحقيقة أنا طول عمري بشوف بابايا سوبر هيرو في كل حاجة. من وانا صغيرة كان دايما كل واحدة عارفة باباها بيشتغل ايه، المهندس بيشتغل مهندس، الدكتور بيشتغل طبيعي. انا بابايا كان بيشتغل حاجة محدش بيشتغلها، فكنت دايما حاسة انه مختلف. وطبعا لما ساعات ما كناش بنفهم قوي، بس طبعا القوى الناعمه واللي هي الاعلام بينت ازاي البطوله بتاعته، قدرت احسها، بالذات كمان لما الناس بدات تكلمني عليه ويحسوا انها حاجه غريبه ومبهره بالنسبه لهم. يعني معانا مشهد الانقاذ في على الهواء مباشره دلوقتي. سياده، اللي هو المشهد ده اتعمل او اتجسد زي الحقيقه بالظبط ولا لا؟ كان الموضوع اقوى وكان الموضوع في ارهاق شديد جدا على حضرتك؟ الحقيقه هو المخرجه العظيمه انعام محمد علي، نعم، عملت فيلم جميل جدا. ده حقيقه. واللقطه ديت كانت طويله بشده لما فيها من معاني انسانيه كتيره، فهي طولتها كتير، قعدت فتره طويله اكتر من 10 دقائق كانت في الفيلم، بس اضطروا يقطعوا كتير من الفيلم علشان كان الفيلم طويل جدا، بقى أكيد. 4 ساعات، فاضطروا يقطعوا كتير جدا، فقطعوا جزء كبير من اللقطة ديت. إنما حتى الجزء الصغير اللي هو أقل من دقيقة لبان كان مؤثر بشدة، يعني حسب رأي الناس. حضرتك عمت بزميلك الشهيد محمد فوزي البرقوي قد إيه؟ 14 كيلو من إيلات لغاية مجهود يعني كبير، يعني ومع وبيصاحب المجهود ده ألم نفسي على زميلك. والله أنا هقول لحضرتك حاجة، طبعا أنا كنت شباب صغير أنا طبعا ربنا يهديك. وكان التدريب أيامها قاسي وعنيف، بحيث إن كل الحاجات اللي حصلت بانت صغيرة خالص قصاد المجهود اللي كنا بنبذله في التدريب، بحيث كان دايما يقول لك كثير من العرق يوفر قليل من العرق يوفر كثير من الدم. من الدم. صح. فكان تدريب قاسي، بحيث ان
كان ممكن الواحد يعمل كده بسهولة بالغة، وده كان تصميم وإصرار إن أنا لازم كنت أرجعه مصر تاني، يدفن في مصر، ما سيبوش في أرض العدو أو في المياه الإقليمية بتاعته. كانوا هما العدو شاطر في الإعلام، كانوا هيطلعوا صورته في ال ويقولوا إن الضفادع البشرية المصرية جم وموتناهم، ودي صورة واحد منهم، يبوظوا شكل العملية الجميل، على الرغم من إن هما ما اكتشفوناش خالص ومش هما السبب في موته يعني.